السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا واحد لي باك سميتهم هنا كيقولوا باكري، زوينين هادو. غادي نديروهم بالحوت، الهبره ديال لي ما سبادو يا اما حوت اخر، المهم يكونش فيه الشوك. غادي نحتاجوا هذه مطاشه صغيره، غنحتاجوا الكبار والزيتون كحل. زيتون كيف ما كان، يا حمر يا كحل يا خضر يا اللي عندك. ثومه ورق ديال الحبق. غادي ندير زويته العود، زويته بلديه. غادي ندير الثومه، ما غاديش نقطعها، غادي ندير لها غير هكا. خليها خليوها. اللي بغى يحيد ثوما يحيدها، انا كنخليها كناكلها، انا كنبغيها تعجبني. اللي بغى يحيدها يحيدها. هي الثومة دابا في هاد اللحظة غادي تقدرو تحيدو الثومة، أنا ما تنحيدهاش، نخليها. أوه غادي نلوح مطيشة هكا، هاهي دابا مطيشة صافي قريبة طيب، كندير ليها غير هكا. نيت ديك القشرة ديال مطيشة تاهي بنينة كطلق الحموضة، صافي نخليها بحال هكا. الزيت هذا كلشي طاف قبل. المهم دابا غادي ندير الحوت، الحوت ديجا مقطع، نجي نسهل ليها فيه شوية. غادي ندير دابا هي هذا كنكون ديجا مديره في رقدتو في الماء حيت مالح، وهاد الوصفه ما غادي ندير فيها لا ماء لا ملحه، ولا غادي ندير غير البزار. ندير شويه البزار، اللي بغى يدير شويه السودانيه يديرها على حسب الرغبه. صافي الملحه ما غاديش نديرها، خليه يطيب شويه. هاد الحوت كيجي زوين فهاد الوصفة، هادي كتجي هاد الوصفة ديال نابولي، معروفة على مدينة نابولي في إيطاليا، كتجي أكثر من رائعة. جربوها، يا إما كتجيب لي سبادون، يا إما تقدر تجي تا بالفرخ، المهم الحوت يكون هبرة وما فيه الشوك، ما يكونش فيه الشوك باش تاكل ترونكيل. غادي ندير دابا واحد الوريقه، هادوك نخليهم حتى للخر باش يتلفو. غندير واحد الورقه نقطعها غير هكا عشوائي باش الحوت يتلذذ من مذاق الحبق. صافي نخليها طيب على خاطرها هكا شويه، وعاد يقيله، عاد نزيد لها الزيتون ونديروا لي باطي تسلقوا ان شاء الله. صافي هي وجدت دابا، غادي ندير الماء يطيب ونسلقوا الباطي. ندير شويه الملحه، وندير بالنسبه لي باط اللي كاين عندك، انا اختاريت هادو كيجيو مختلفين زوينين بنان مع هاد الوصفه باكري، وعلى حسب افراد العائله القدر. انا درت تقريبا 300 غرام. وما نخليهمش يطيبوا بزاف،
باش ما يتحلوش. هما يمكسوب فيهم في الباكيه 11 دقيقه، انا خليتهم يطيبوا 10 دقائق. هنا فاش صافي قرب طيب الباستا، زدت شويه الماء في لاصوص باش غادي تكمل طيابها في لاصوص باش تشرب المذاق. كتجي زوينه هالطريقه. ونزيد شويه ديال الحبق باش تبقى ريحته باينه. هنا كنزيد باط، كنحاول ندخل ليها مزيان لاصوص وتشحر مزيان. ديما ما نكملوش لي باط، ما نكملوش ليهم الطياب في الماء، نكملو ليهم الطياب في لاصوص. كيشربوا المذاق تيجيو بنان لذاد. جربوا هاد الطريقه كتجي لذيذه. بس الحبق باش تبقى ريحتو عاطيه، مذاق باين. جربوا هذه الوصفه راه تجي لذيذه لذيذه الصراحه. راه عارفين الفوائد ديال الكبار والحوت. خلاص هذا الحوت ميرو هنايا كيقول ليه تشيرنيا بالعربيه في المغرب ميرو، وصب الفرنساويه ميرو. راه زوين لذيذ ما فيه الشوك، كيعطي واحد المذاق زوين في هكا في لي بات ولا في طاجين. المهم هاد الوصفه راه ديال نابولي، جربوها. المهم لعجبتكم خليو ليا ان جيم ان كومونتير.